مشاهدين اهلا بكم. النهارده معانا حلقه جديده من كريزي تاكسي، وحلقه حساسه جدا لان فيها ميس اندرستاندينج بين سواق التاكسي ومراته. قول لي صح، كنت سهران فين امبارح؟ كنت سهران فين امبارح؟ وانا بكلمك على الواتساب وبعتلك صورتين. بعتلي صورتين؟ اه. بقى بسمتك يعني انت كنت في البيت مع الوليه؟ في البيت ايه؟ ما تقعديش تشغلي بالك بالوليه الحوار. كل مره الحوار انت بتقعدي تعملي حوارات وتكلمي. انا برضك اللي بعمل حوارات. خلاص بقى انسى موضوع الوليه ده. ماشي. شاتنا بقى ونبحث عن ذاتنا بقى. انت وحشتني. انت قلت صوتك من البدايه. فيها ايه يعني؟ ما يسمع. انا بالك من الزبون ولا الزبون؟ على نفسك. مجهز لي بقى مفاجاه في العيد العالميه. بجد؟ هتوديني فين؟ هنروح دهب ان شاء الله. انا نفسي اروح شرم الشيخ ودهب. قول لي دهب ليه؟ ما انا بس في ايه دهب؟ ايوه روح دهب. دهب سكه وشرم الشيخ سكه. دهب دي في اسكندريه. تصدق كنت فاكره في شرم الشيخ. راجل عصبي يعني هتخليني البس المايو كده وانزل زي البنات الاجانب كده ونخربها في البحر؟ مايو ليه وانت الشنب ده على حموده؟ فيها ايه؟ طب والاجانب بيعملوا كده مع مراتاتهم وبينزلوا؟ الاجانب بقى والاجانب بقى لحم تخين بقى، احنا مالنا بقى؟ معلش يا باشا يعني مصدعينك بقى. مصدعينك. الله يبارك لك، ألفت لك شعر ابن نجينا. يا لهوي سمعني. سمعني. بحب الكلمة ناسيها، بعيش قربك معانيها، بلحنها وأغنيها، أنا أغني. يا لهوي لو تطلع في التلفزيون كده ويشوفوك ده أنت هتخرب الدنيا والله. والله العظيم ثلاثة ده كرم من ربنا عليها. يحصل كله بالصبر. بلا تاكسي بلا قرف. ليه يعني؟ تاكسي أنا نشأ أنا برضه. بس انت يعني. لما تبقى مشهور كده والناس يعني انا لما ابقى مشهور ما انت هتطلعي عيني برضه هتعملي لي حوارات والبنات بقى والدنيا ولا انا معاك الحلوه على موت انا وعيد السنه دي مش كفايه مستحمله مراتك يا فندم بس انت الضحيه دي ما تعرفيش ايه اللي هو المهم بعد ما تنزله هنروح على فين؟ يا نهار اسود ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هدى 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 ايه اللي جابها هنا؟ هدى مين؟ دي هدى مراتي. بقول لك يا باشا 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 انا اسف معلش يا باشا انا عارف هتطلب تخفيف بس انا اسف معلش هتقعد جنبك بس كان خطيبتك والنبي عشان مراتي اقعد جنب مين؟ معلش معلش عديها بقى عديها لقاء ما ينفعش عديها انا اسف انا اسف عشان خاطري عشان خاطري معلش يعني انت شايف كده؟ معلش انا اسف. طب اقول لك على حاجه انا هطلع جدع معاك ماشي؟ انت طول عمرك جدع اقسم بالله بس بعد الموقف ده ولا عايزه اعرفك ولا عايزه اشوفك وامسح رقمي من عندك ستي بس عشان خاطر وهوريك جدعنتي طب نتكلم في ده بعدين خلاص ماشي يا حبيبي نتكلم في ده بعدين نتكلم بعدين افتح لي الباب ده بس معلش يا باشا خد جنبك انا اسف انا اسف يا باشا انا عارف ان طلب ده معلش بالله عليك بالله عليك ما تزعل مني بالله عليك ما تزعل مني معلش يا باشا انا مؤاخذه ايه يا حبيبتي هي فين؟ هي مين؟ اتكلم انت مين اللي هي فين؟ صاحبتك اللي كانت معاك ايه يا بت في يا بت عيب مفيش صاحبها في مين؟ صاحبك يا اخويا كلموني وقالوا لي ان هي معاك دلوقتي معايا ايه بس عشان معايا زباين ما تحترمي نفسك وانا مالي مال الزباين يا اخويا خلاص بقى عندنا بيت يلمنا بقى اهو امي ماشي انا هعرفك البيت ده هيحصل فيك ايه؟ ما تهدى يا هدى بقى ماشي اهدى بتعرف واحدة عليا يا عيرة الرجالة خلاص عيب خلاص طب عيب بقى عيب في عيب انت ما تتكلمش معايا خالص وحيد امي العريس وحيد امي العريس اهدي بقى اهدي بقى مالكش دعوة مش عايزة تتكلم مالكش دعوة للراجل يا حبيبتي جوزك خلاص يا بس بس خليك معايا بس ما تتكلميش معايا خالص بس معلش خليك هنا بقى خليك هنا معايا بقى كده ما تتمنش دعوة عليا خالص طب اهدي بقى اهدي طب عشان الناس عيب يعني عندنا مشكلة من عيب هو انت خليت فيها عيب ولا جيلة ماشي يا عيرة الرجالة طب عشان خاطري عيب ماشي يا الله ترى ايه يا راجل انت هتقعد عدل في ايه؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه يا عم مالك ومالك؟ هو ايه اللي بيحصل يا جدعان في ايه؟ انت مش عارف في ايه؟ لا لا الا الله مالك يا جدع انت في ايه؟ مفيش ما تحترم نفسك يا عم احترم نفسك انت مالك يا اخويا استني بس استني لا ما ينفعش ما هو الشنب ده مش مالي عين ولا ايه؟ طلع لك شنب يا اخويا وبتعرف واحدة عليا يا عيني يا بت بقى اتعدلي عايز اسمع صوتك اتعدلي بقول لي ما تقوليش اتعدلي انا مش شغاله عندك لا ده انت زودتها قوي بقى
الله 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 الله. هو انت مش حاسس في ايه؟ مش شايف انت ايدك بتسرح فين ولا ايه؟ بتسرح؟ ثواني بقى ثواني كده معلش يا صاحبي، ثواني لا مؤاخذه عشان انت شكلك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط وعايز حد يظبطك. انت شكلك مظبوط يا عم انت وهي وايه؟ هو انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بقى دلوقتي ايه ده يا عدنان؟ احنا في العربيه ولا ايه؟ وهي عيلتها مالك يا عم؟ انت اللي في ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ مالكش دعوه بيها انت مالك؟ بس انا خايف اتحرك شويه وعليك الهدف كمان ومسكت ايدك قوي كده. بس انت شكلك كده مش مظبوط. خليك معايا مالكش دعوه بيهم. طب اخلصي دلوقتي اخلصي. بقول لك يا بنت اخلصي مع بعض شكلكم. طب خد يا ابني اللي انت كمان هقول لك يا عم. بص قلت لك يا عم خلينا امشي يا عم. ولا الزبط يا عم. يا عم لا اله الا الله. على انت بقول لك ايه؟ حرام مش هتعاص يا عم. بقول لك ايه؟ حرام بقى يا عم. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع على ايه؟ اطلع على ايه؟ اطلع على ايه؟ اطلع على ايه؟ بس من زي الحلقة دي ولا من زعير؟